كما في الخير ابو محمد يا علم من البارز يخرب لوهني الراس ما عليك سود لوهني من طرق صفق الهوى ثوبه في قمه تتعب الندر مراقيها فعلوها يجد الملتاع مطلوبه ويظهر به اللي عنان النار مخفيها خاطر ونجاه رب البيت بعجوبه ومدري وش قال ايها يلف وتلف حوله وحشه ذنوبه كانه يعد الجبال اللي حواليها من كان له خطوه في اللوح مكتوبه طال الزمان او قصر لابد يمشيها واللي بلاه النصيب بحب رعبوبه راحت من ايده وقلبه بين اياديها راحت من ايده وقلبه بين اياديها إن جات هوج الرياح بريحها صوبه وشبيب حاجته ما هو برأيه يا الله تقريبا ما ينكا كذا حنا ما كان له خطوة ما يدري ابن شوي من اللي غنيها يا أخي نسيت ما كان لا حنا هاي وين راح ابن شوي ما يختم يا ولد يا ولد صح يا رجاء سعدي ما إن كان إلى خطوة في اللوح مكتوبة طال الزمان وقصر لابد يمشي واللي بلاه النصيب بحب رعبوبة واللي بلاه النصيب بحب رعبوبة راحت من ايده وقلبه بين يديها ان جاته جريح ريحها صوب شبغي بحاجته ما هو برايح شبغي بحاجته ما هو برايح اي والله شبغي بحاجته ما هو برايح اخرى وش علمه انت كل مالك كل مالك اشك بعقليتك وش علمك والله ايه انا عندي لقاء في قناه الزيت علي تدري متى فسخت ايدي منك يوم ثبتين زين لا 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 حكى شوف تدري متى فسخ لا لا تكفى لا تدري